يسجل هدف، أول هدف لفريق رائد القبة. حقيقة خطأ كان من جانب الدفاع، ويسجل فريق رائد القبة الهدف الأول. جلاوي مرباح صلاح بن، والهدف، وهدف مولودية العلمة، والهدف إذن لصالح مولودية العلمة بعد تعديل النتيجة. لو نشوف الإعادة بعد هذه الفرحة الكبيرة لأنصار مولودية العلمة اللي تنقلوا بعدد كبير، أنصار فريق مولودية العلمة اللي تنقلوا مع فريقهم، وشوف خلاه وحده ووجد المرمى شاغر، ما فيش تغطية دي.